الأمير عليه الصلاة والسلام كان قد أمر كل وال أنه في منطقته يفرش سفرة عامة لكل الناس. في الكوفة الإمام الحسن عليه السلام كان مكلف بهذه السفرة، فأكو سفرة عن مضيف عام، وكثيرا ما على حسب التاريخ 10,000 شخص كانوا يجتمعون على السفرة الواحدة، يعني مو سفرة 50 و200، 10,000 شخص. هاي إحدى السفر والموائد اللي كان الأمير عليه الصلاة والسلام احتياطا موفرها. بس قد يكون واحد فرضا ما عنده فرصة عمل، قد يكون متكاسل عن أن يعمل، ما يخاف، هذا الطعام بالمجان موجود. وحسب التاريخ أنه 10 صنوف من الأطعمة كانت موجودة على المائدة كل يوم، كل يوم في كل بلاد الإسلام. الآن أي دولة تسوي هذا العمل؟ تفضل. كانوا رحمة للعالمين، فتقدم الإسلام، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.